في وقت. كابتن ياسر دلوقتي في مهمة جديدة في لجنة اكتشاف المواهب، تمام، عايزين نتكلم عنها ودورها. بص يا كابتن أسامة، يعني اكتشاف المواهب ده انا حبيت يعني اخد يعني تجربة جديدة في حياتي. اه بالنسبة لي انا كياسر ريان، التجربة اللي في حياتي اللي انا خلاص مسكت فترة طويلة وفي قطاع الناشئين، اشتغلت في بعض الفرق في الدوري الممتاز بيه، اشتغلت يعني كان يعني بحب انا، واشتغلت في جزء اداري. انا بحب ابقى متنوع شويه، ملم، فلازم يبقى انا عندي درايه برضو باكتشاف المواهب او ايه دورها وشغلتها خبرتها ايه، ممكن في يوم من الايام استفاد منها على المدى البعيد للنادي الاهلي او في اي مكان انا اروح. كويس. اكتشاف المواهب بيرأسها رئيس اللجنه هو كابتن فتحي مبروك، الاعضاء اللي موجودين فيها كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن ابراهيم عبد الصمد وماسك منطقه القاهره، كابتن امين عرابي ماسك منطقه القناه والاسماعيليه وخط القناه، كابتن صديق جمال ماسك منطقه الصعيد، كابتن مدحت طه اسماعيل مع الكابتن ابراهيم عبد الصمد في البدايه، سوري يعني مع كابتن ابراهيم في القاهره عشان المنطقه كبيره شويه، وانا ماسك منطقه بحري، اي مكان في بحري سواء ماتش، مش انا بس، احنا كلجنه لينا تنظيم اداري وفني شويه. كويس. اللي احنا ايه دورنا سواء في ماتشات في الدرجة الأولى اللي هي الممتاز به، ماتشات قطاع ناشئين، حد متكلم على لعيب كويس بنروح نتابعه، في ناس برضه بيعرضوا، يعني احنا كنا أول امبارح في لجنة موجودة في أهل مدينة نصر، وده كان اقتراح كويس معمول مع كابتن فتحي مبروك وكابتن إبراهيم عبد الصمد مع القطاع الناشئين عندنا في النادي الأهلي. جبنا من خلال الوكلاء اللي هم من خلال تعاملهم معانا احنا كلجنة، جبنا بعض اللعيبه الكويسه اللي احنا شفناها واللي هم بعتهم لنا. كويس. عملنا لجنه مع الخواجه التشيكي واتفرجنا عليهم، والراجل احنا 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 جبنا اللعيبه وما دخلنا النادي الاهلي مدينه نصر، احنا ما عادش لنا دور، دورنا انتهى، بترشح بس خلاص، احنا برشح وهو يتفرج ويبص، وكان موجود بعض المدربين من قطاع الناشئين يتفرجوا. ليه احنا مش عايزين يبقى لنا تدخل في الجزئيه؟ كويس. دي ليه؟ كويس. دي خلاص احنا جينا في ملعبك، اختار اللي يتناسب معاك، اللعيبه اللي انت شايفها مناسبه خد، هو اختار. من كنا حوالي عملنا ثلاث مجموعات حوالي 60 لعيب، اختار تقريبا من 2 ل 3 لعيبه. كويس جدا. هيبصوا عليهم ويتعشوا في قطاع الناشئين عندنا حسب المراحل السنيه بتاعتهم، واتفقنا برضو كل سنه كل شهر هنبقى موجودين في النادي الاهلي من خلال اللجنه اللي حضرتك اللي قلت لك دي، زائد احنا لسه خلي بالك الدوري القطاعات الناشئين لسه ما ابتداش، المسابقات اللي هي ممتاز بيه في الثلاث مجموعات خلاص لسه احنا على الابواب، ممكن في خلال ثلاث اسابيع بالظبط هنبقى متابعين بقى، متابعين الانديه اللي بتلعب النادي الاهلي في القطاعات، هنتفرج عليها، ممكن لعيبه تظهر قدامنا مميزين برضو نتابعهم، يعني ممكن النادي الاهلي مثلا في سن من مواليد من اللي بتلعب، لقينا في فريق اخر بيلعب لعيب مميز، هنبدا نتابعه بقى.